رئيس السيسي يبحث مع قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا الأوضاع الإقليمية والقارية. وقوة الاحتلال تواصل قصفها لأنحاء في لبنان، وحزب الله يرد بقصف صاروخي على نهاريا والجليل الأعلى. وشهداء وجرحى جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. السيدات والسادة، تمام العاشرة صباحا في النيل. الأخبار نشرة إخبارية مفصلة، لكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله للفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، سيما في المجال العسكري. وخلال اجتماع الرئيس السيسي بوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، اطلع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الفريق أول موهوزي موسيفيني نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، معربا عن تقديري لأخيه الرئيس موسيفيني ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما المجال العسكري. كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الإفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الإفريقية الشقيقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قمة المستقبل التي تبنت ميثاقا دوليا يهدف لتعزيز أطر الحوكمة العالمية عبر تطوير وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لا سيما في مواجهة التحديات الراهنة على أصعدة السلم والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا. كما عرض السيد وزير الخارجية في ذات الإطار مضمون اللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجراها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة خلال لقائه بالفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار القارة الإفريقية. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار القارة الإفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والأوغندية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون المشتركة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع شعبي مصر وأوغندا، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري الأوغندي بالقاهرة. بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم. وأكد دكتور مصطفى مدبولي في برقيته بأن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غال ونفيس من أجل مصرنا الغالية والحفاظ على أمنها واستقرارها والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية التي تشمل كل شبر من أراضيها المقدسة. وفي برقيته عهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي على مواصلة بذل الحكومة بكل وزرائها وأجهزتها كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على رئيس الجمهورية بمفخور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام. أعلن دكتور مصطفى مدبولي عقب ترأسه لاجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء انخفاض ديون مصر الخارجية بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر. التحدي الأكبر النهاردة إن إحنا مش بنشتغل في وضع مستقر، وحضراتكم أكيد حاسين باللي إحنا فيه. الحجم التحديات والضغوط الخارجية وتأثيرها علينا كبير جدا جدا جدا، وبالتالي مضطرين بنشتغل على المدى القصير واستيعاب الأزمات والصدمات اللي بتحصل، وفي نفس الوقت المستهدفات اللي إحنا حاطينها مع للدولة المصرية على مدار الثلاث والأربع سنين الجاية إن إحنا نتحرك على تحقيقها في هذا الشأن. حديث كاشف لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي ضم كبار المفكرين والسياسيين والاقتصاديين والمتخصصين في مختلف المجالات، تحركات إقليمية تلقي بظلالها على الداخل المصري. فبالتالي يمكن احنا طبعا بقينا في حالة عدم يقين هائلة بتملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدى القصير، وازاي ان انا استوعب اللي بيحصل ده واتعامل معاه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الابقاء على الاوضاع اللي موجودة في الدولة. وطبعا عندنا الرؤى وعندنا التحرك للمرحلة القادمة، لكن ما بقاش حتى عندي رفاهية ان انا اقول تصورنا لثلاث واربع وخمس سنين هيبقى بهذا الشكل، لان ما حدش عارف بكرة فيه. وفي ظل واقع مضطرب تحاول الحكومة الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي وتوفير مختلف الخدمات الأساسية. كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل المتغيرات والتبعات اللي بتحصل ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات اللي ممكن تلقى عليه في ظل حجم التحديات اللي احنا بنواجهها، واللي اعتقد حضراتكم بتشاركوني انها تحديات غير مسبوقة. وانا عايز هنا يعني اتكلم، لان دايما بيتقال احيانا لما بنطلع نتكلم على هذا الموضوع يتقال انتوا دايما بترموا الموضوع على الظروف السياسية والظروف الجيوسياسية وتقولوا هي ليها النصيب الاكبر من التداعيات اللي موجودة. يعني بمنتهى الأمانة أيوة ديها تأثير كبير جدا 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 النهاردة، لما أنا أكون النهاردة بقالي 6 شهور قناة السويس بقت فقدت أكتر من 60% من إيراداتها. يعني أنا كل شهر عندي خسائر من 550 ل 600 مليون دولار. دي كانت فلوس بتدخل للدولة المصرية بتساهم في
يعني تلبية احتياجات الأساسية للدولة فقدتها. وتتعدد جوانب تحرك الحكومة في ملفات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها. ملف الحقيقة الطاقة وبنتحرك فيه بمنتهى القوة عشان نوصل إلى مستهدفاتنا في أن الطاقة النظيفة تبقى تمثل أكثر من 42% على بحلول عام 2030. الصناعة الحقيقة وحضراتكم أكيد متابعين بنتحرك بقوة شديدة لدعم هذا القطاع المهم جدا اللي احنا متأكدين ان هو ده الملف اللي لازم يقود الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية عشان موضوع التصدير واستدامة الموارد الدولارية. الزراعة النهاردة احنا بنعمل مشروعات قومية كبيرة جدا لزيادة المساحات اللي تبقى مستصلحة سواء أفقيا او حتى رأسيا في استنباط انواع جديدة من التقاوي والبذور علشان نعلي انتاجية الفدان بتاعنا. ووفقا لتلك التحركات وغيرها انخفض الدين العام، وتستمر الحكومة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي. احنا ديسمبر اللي فات كان الدين الخارجي 168 مليار، اخر يونيو نزلنا تحت ال 153، يعني 152.8، يعني تقريبا اكتر من 15 مليار دولار نزلوا في خلال 6 أشهر. طبعا ده بالإجراءات اللي الدولة عملتها بالصفقة بتاعت رأس الحكمة، ولكن معاها الحقيقة أصلحنا أوضاع البنوك المصرية وصافي الأصول الأجنبية اللي كان على مدار يعني أكتر من سنتين بالناقص وكان وصل لنيجاتيف أو ماينس 27 مليار، النهاردة عدى 13 مليار بالبوزيتيف. الاحتياطيات من العملة الأجنبية النهاردة صافي الاحتياطي في البنك المركزي 46.6 مليار دولار. وتظل الشائعات حربا تخوضها الحكومة بشكل يومي. كم الإشاعات والأخبار المغلوطة اللي بتطلع على مدار اليوم وبتبقى على طول حضراتكم عارفين كويس قوي هدفها تشكيك المواطن في الدولة ومقدرات الدولة وأداء الدولة، مرعب النهاردة. وبالتالي شيء مهم جدا 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 للدولة المصرية في ظل التحديات الخارجية الرهيبة اللي احنا بنواجهها هو ان المواطن نفسه والحفاظ على التماسك الداخلي للدولة المصرية. ودي اعتقد سيادة الرئيس دايما بيتكلم على هذا الموضوع ان احنا ما نقلقش من الخارج. احنا الحمد لله الدولة المصرية قادرة بأزرعها سواء قوات مسلحة وكل الأجهزة انها تواجه اي تحديات خارجية. هو الأهم هو الاستقرار الداخلي. الحديث انتقل للحاضرين ليشارك كل بوجهة نظره ورؤيته حول الأوضاع الإقليمية والداخلية. إزاء الفجور الإسرائيلي الآن اللي بيحصل في 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 غزة، تستطيع مصر أنها تطالب مثلا إسرائيل بتسحب السفير المصري، أبسط حاجة تقدر أن هي تعمل تدعو الدول العربية المتخاذلة الأخرى، وهي واضحة جدا 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 انها تعمل اي حاجة، مش هتحارب، هتوقف امدادات البترول، هتعمل اي حاجة. الذي يعاقب هو الشعب الفلسطيني كله. يعني انا في رأيي ان ما فعله الرئيس السيسي وانتم في الشهور الاخيرة امر يسجل لكم، لا محاولة للتوريط، لا انحراف في التصريحات، لا استغراق في الشعارات، ولكن قدر كبير جدا من الاهتمام وإشعار المواطن الخارجي إن مصر معنية ببناء الداخل. تسمع إن الدنيا مقلوبة في غزة وغيره وغيره، والرئيس بيتابع الطريق بيعمله أو مشروع بينتجه، هذه الأمور مطلوبة. إحنا كعدد سكان إحنا ترتيبنا في العالم 15 أظن أو حاجة بالشكل ده، لكن كمتوسط دخل الفرد إحنا ترتيبنا 134. الفجوة دي هي فجوة التنمية في الحقيقة، وكل ما نقلل فجوة التنمية دي كل ما هنوسع هامش حرية حركة مصر في الخارج، كل ما هنقلل مصادر انكشاف مصر إزاء العالم الخارجي. هناك إجراءات تتخذها مصر وفقا للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث ضرر، إذا حدث أي ضرر للأمن القومي المصري، مصر لديها من الإجراءات كما ذكرت والسياسات والأدوات وأيضا الرؤية والرؤى للتعامل مع حدوث أي ضرر. حديث استمر لساعات كشف رؤية مصرية تتعاون فيها الحكومة مع مختلف القوى المجتمعية لوضع رؤية واضحة تخطو نحو مستقبل أكثر استقرارا في ظل واقع يوشك على الانفجار. حماد العربي، النيل للأخبار.
أفادت مصادر ميدانية بأن عددا من الصواريخ قد أطلق من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل دون ورود تفاصيل من جانب إسرائيل. جاء ذلك بعد قصف مدفعي شنه الجيش الإسرائيلي على بلدات شبعة والخيام وبرج الملوك وكفر كالا جنوب لبنان دون أنباء عن إصابات. هذا وقد استشهد فجر اليوم 7 لبنانيين وأصيب 7 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقرا لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله بمنطقة الشابورة الواقعة بالقرب من وسط العاصمة اللبنانية بيروت. يذكر أن مقر هيئة الإسعاف التابعة لحزب الله قصف حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع حنيتا بقذائف المدفعية وحققت إصابة دقيقة به، كما قصفت الجماعة اللبنانية منطقة نهاريا والجليل الأعلى بأكثر من 30 صاروخا. في موجة هجمات منفصلة هي الأكبر منذ بدء المواجهات قبل حوالي عام، أعلن حزب الله اللبناني قتل وجرح عسكريين إسرائيليين وتدمير 3 دبابات. وأعلن الحزب عن حوالي 30 هجوما في أكثر يوم كثافة في هجمات الحزب ضد إسرائيل منذ انطلاق المواجهات بينهما. تأتي الهجمات بينما يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل بريا في 3 بلدات جنوب لبنان، هي عديسة مرج عيون ومارون الرأس وخربة يارون، حيث واجه مقاومة شرسة من الحزب، فضلا عن كمائن أوقعت خلال ساعات عددا كبيرا من القتلى بحسب ما أعلنه حزب الله، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل 8 عسكريين فقط من بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحا. ويقول حزب الله إن جيش الاحتلال يمارس التعتيم بشأن ضحاياه بعد أول إعلان من الحزب عن اشتباكات مباشرة مع جنود الاحتلال جنوب لبنان. وقال الحزب في بيانات منفصلة إن قواته استهدفت تجمعا لعسكريين إسرائيليين بين مستوطنتي مسك فعام وكفر جلعادي بالصواريخ وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعا لعسكريين في مستوطنة أبريم بهجمات صاروخية. وقال إنه قتل وجرح عسكريين إسرائيليين باستهداف تجمع لهم بين بلدة العديسة ومستوطنة مسك فعام المحاذية لحدود لبنان الجنوبية بصاروخ ضد الأفراد. وأثناء محاولة قوات جيش الاحتلال التسلل إلى بلدة مارون الرأس جنوب لبنان، ذكر الحزب أن مقاتليه دمروا 3 دبابات مركافة إسرائيلية بصواريخ موجهة. وقال الحزب إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل باتجاه بلدة مارون الرأس، مما أدى إلى وقوع أفرادها ما بين قتيل وجريح. كما أطلق مقاتل الحزب صاروخ أرض جو على مروحية إسرائيلية في أجواء مستوطنة بيت هيل، مما أجبرها على المغادرة على الفور، لافتا إلى عدم ظهور أي مروحية في الأجواء على امتداد الحدود اللبنانية بعدها. وقد استهدفت عناصر الحزب تجمعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية كبيرة في بساتين بلدة المطلة ومستوطنة يعرى. وذكر الحزب أن مقاتليه أمطروا أيضا قوة إسرائيلية معادية أثناء تحركها شرق بلدة مارون الرأس بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. كما استهدفت عناصر الحزب جنودا إسرائيليين أثناء تحركهم داخل مستوطنة شتولة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا إصابتهم إصابة مباشرة. كما قصف الحزب بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من منطقة عفدون شرق نهاريا ومستعمرة روش بينا.
لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، من بينهم صهر أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة الواقعة بالعاصمة السورية دمشق. يذكر أن منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق تضم مقرا أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية. وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يؤيد شن هجوم على مواقع نووية إيرانية عقب ضربات شنتها طهران على إسرائيل. لا أتفق مع الرأي الذي يدعو لاستهداف منشآت نووية إيرانية. مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى متفقون على حق الإسرائيليين في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل مناسب باستثناء مهاجمة المنشآت النووية. من جانبه قال هادي هاشم مندوب لبنان في الأمم المتحدة بأن جيش لبنان مستعد للذهاب لجنوب نهر الليطاني. الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمدعوم من عدد من الدول الصديقة والشقيقة، التعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان ومنها وقف إطلاق النار فورا من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملا، الترحيب بكل ما ورد في النداء والتعهد بتطبيقه فورا، وفور وقف إطلاق النار الاستعداد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب. استشهد اليوم 8 فلسطينيين واصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. ففي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين واصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل سكني. يذكر أن حصيلة عدوان إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 41,689 شهيدا على الأقل، أغلبهم من الأطفال والنساء. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها للمدنيين والنازحين بقطاع غزة والذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمد الخطيب مراسل النيل للأخبار. محمد، تحياتي في البداية، صف لنا المشهد لديك. نعم، يعني بعد تحية، المشهد لدينا إلى الآن هو أن حركة الشاحنات والإغاثيات وكل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية عادت أمس إلى مربع الصفر. قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي من هذه الشاحنات إلى منفذ كرم أبو سالم لأن المنفذ أمس أغلق بالكامل. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات التي اتجهت إليه والتي كان يبلغ عددها حوالي 28 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وأدوية
وغيرها من المستلزمات الخاصة بالنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة. كل هذا يعود أولا إلى الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام هذه الشاحنات. ثانيا التداعيات التي شهدناها أمس وهي أو أول أمس وهي الحرب أو الصواريخ الإيرانية التي أطلقت من إيران واستهدفت قواعد عسكرية في إسرائيل في الأرض المحتلة. لذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي بالفعل قامت أمس بإغلاق كل منافذ كرم أبو سالم ولم تسمح بدخول أي من هذه الشاحنات إلى الأشقاء الفلسطينيين. نحن أمام تطورات ميدانية وتطورات إقليمية كبيرة أثرت بشكل سلبي أمام حركة هذه الشاحنات. أول أمس كان هناك تدفقا نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية والتي شهد فيها معبر رفح عبور حوالي 78 أو 80 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية والتي جاءت بعد حوالي 4 أسابيع من الانقطاع ومن التقليص التام من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمس للأسف عدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر ولم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبور أي من هذه الشاحنات على الرغم من التحذيرات الكبيرة التي أطلقتها المنظمات الأممية في قطاع غزة وبالتحديد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والذي أشار في بيانه إلى أن شهر سبتمبر المنصرم كان من أسوأ الشهور التي مرت على قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات الكبيرة الخاصة بالطاقة والكهرباء والمواد الغذائية والإنسانية والطبية في ظل الأزمات والكوارث الكبيرة التي يعاني منها سكان قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية والتي أدت إلى انهيار للمنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية. كل هذه الأمور أدت بطبيعة الحال إلى تفشي الأمراض والأوبئة والمجاعة في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن. بعد قليل سنتجه إلى معبر رفح البري لمتابعة ما أخبار الشاحنات ومتابعة دخول الشاحنات وهل بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت اليوم معبر منفذ كرم أبو سالم هذه الشاحنات أم أن الوضع ما زال كالأمس مغلق أمام الشاحنات المصرية. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن. أعود إليك مرة أخرى. محمد الخطيب مراسل النيل للأخبار من العريش، شكرا جزيلا. السيدات والسادة وختام النشرة بالعناوين: الرئيس السيسي يبحث مع قائد قوات الدفاع الشعبية بيوغندا الأوضاع الإقليمية والقارية. وقوات الاحتلال تواصل قصفها للبنان وحزب الله يرد بقصف صاروخي على نهاريا والجليل الأعلى. وشهداء وجرحى جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. سيدات والسادة، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى على رأس الساعة. في أمان الله.